تبي العيكة ويل الثانية تصبح هذا اختطاف امرأة في عمرها 60 عام سبب كان عقل من ذلك اختطفت عنك عندها 60 عام ماذا بدير بها خيانة زوجية خيانة زوجية لماذا رع لماذا الله يجي الملقى خلتني تنخل دير المال تاني اختعاء ولكن انا اختعاء ما بتمشي معايا انا ما تقدرش تخوني هذا السلام عليكم لكن تنهضر مع الاعمال ديالي كدير حبيبي لاباس الحمد لله وانت يا بخير الحمد لله فين كاينه انا كاينه في الدار لا لا ها في الدار هكاك انا بلاصه في الدار علاش لا يلا باش نعرف كاينه في الكوزينه كوزينه يلا شعل لي مونيني واخا ها هي هي ما كتقطع يا لا تنتق فيك حبيبه تنتق فيك انا هي مشي لي يا رب تنجي لي يا السلام عليكم يا الله عليك تسخني الحكمه بعد ساعة عندنا 4600 ديال الحاج 5 مليون ونص 6700 4000 ريال هكاك كاع الشهادة حنا نتسال ديالهم والله ينعلبو حمار خصو يجيب ليا فلوس نعيطو بعدا ولا نعيطو بعدا على المدى عاد نشوفو الحساب الحساب تيبقى يا حساب الو حبيبه ديالي كي دايره لاباس عليك كلشي بخير الحمد لله فين كاينه وايلي فين كاينه في الدار اوكي يلا شعلي ليا ثاني ديك مونينيكس نشوف واخا عيقتي عليا شي شويه لا تنتيق فيك تنتيق فيك العمر ديالي يلا شعلها دابا لا سمعتها سمعتها يلا يلا حبيبه يلا الله يعطيك يلا كيدير الدري لاباس عليك يلا يلا ديري لي بيزو يلا واحد بيزو ثاني ديالك باش ما يبقى فيك الحال يلا باي باي يلا ما تقدرش انا ما تقدرش تكتب عليا ما مستحيل تقدر تقدر ما تقدرش تخوني تبي لي نمشي نشوف نمشي نتاكد نمشي نتاكد نمشي نوقف عليها ندير لها كاع المفاجاه حبيبه حبيبه فين يا ماما كيما العاده عزات مونينكس يا خرج كل سيمانة غادي نلوح فيديو ما تنساوش ديروا ابوني جيم وبارطاجيو مع اصحابكم وما تنساوش سلموا لي على فتوتة يلا اوكي باي